فانوس رمضان وهلاله يسطع ويضيء في المدن الفلسطينية احتفالا بحلول الشهر الفضيل. في رام الله احتشد آلاف الفلسطينيين بصحبة أطفالهم لاستقبال شهر رمضان في ظلال من الزينة التي غطت غالبية أحياء المدينة. احتفالات باتت تقليدا سنويا رغم واقع اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية وتزامنا مع شروع الأسرى بالإضراب. بالرغم من ويلات الاحتلال اليومية التي تعانيها المدينة ويعانيها أبناء شعبنا كافة وليس فقط مدينة رام الله، بلدية رام الله من خلال إنارة فانوس رمضان كما ننير أيضا شجرة الميلاد، هذه رسالة محبة ورسالة سلام نرسلها لكل العالم. نحن شعب يحب السلام ويحب المحبة. وإلى جانب الفعاليات أطفت فرق الإنشاد الديني بهجة وروحانية بما قدمته من إنشاد وابتهالات وأدعية أثارت تفاعلا واسعا من الحضور. شهر رمضان شهر مميز في العالم العربي والإسلامي وخاصة في فلسطين. لماذا في فلسطين؟ لأنه فلسطين الأرض المباركة والأرض المقدسة في كتاب الله عز وجل إلى قيام الساعة. أجواء وبالتزامن مع استعداد المسلمين فيها لتكثيف العبادة تكتنفهم فيها فسحة أمل بأن يعود رمضان بحال أفضل. غصة في قلوبنا أن يعني الوضع اللي بنعيشه الشهداء في جنين ونابلس والضفة الغربية، بس قدوم الشهر الفضيل لازم نحس نعطي الناس فرحة، نعطي الأولاد الصغار فرحة، نحسسهم بال يعني بقيمة الشهر الفضيل. في هذه الأجواء سواء الأجواء الرمضانية، أجواء شهر فضيل، أجواء شهر الخير، تتجانس وتتوحد شعبنا بكل أطيافه المسيحيين والمسلمين. ومع حلول الشهر الكريم تتجدد فرص الفلسطينيين وآمالهم بالظفر بصلاة في رحاب المسجد الأقصى. إصراراً على الفرح ورسم الابتسامة على محيى الأطفال يحتفل الفلسطينيون بحلول شهر رمضان المبارك. احتفالات باتت طقوساً سنوية في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية وسط آمال بأن يمر الشهر الفضيل دون منغصات الاحتلال واعتداءاته. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية.